أحسن الله إليكم. الأخ سعد يقول: الشيخ صالح، هل الإيمان يزيد؟ وما هي أبرز الأعمال الصالحة التي تزيد من إيمان الشخص ويكون على مستوى واحد حتى آخر حياته؟ نعم، الله، هذا في نص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولهذا قال العلماء: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان يزيد، وهذا بنص القرآن وبنص السنة أنه يزيد بالأعمال الصالحة وأنه ينقص بالأعمال السيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف. وقال تعالى في هؤلاء: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا حبة خردل، ويزيد حتى يكون كأمثال الجبال. نعم.